بالفيديو السابق أخذنا عملية الجمع وتمثل بالإعازين الآد والآد وذكري، وبهذا الفيديو راح نأخذ عملية الطرح متمثلة بالإعاز السب والسب وذبر. سب التركشي مثل ما ذكرنا لها إعازين رئيسية، السب والسب وذبر. نبدأ بأول إعاز اللي هو السب. هذا الإعاز ممكن أن أطرح به 2 أوبيرانز، وهاي التو اوبيرانز ممكن ان تكون ميموري او ريجستر او اميديت. الشيء الغير ممكن حالتين، الحاله الاولى غير ممكنه انه عندي بالاوبيراند 2 والاوبيراند 1 ميموري، يعني ميموري الى ميموري، طرح تو ميموريز مباشره، هذا غير مسموح. الشغله الاخرى الغير مسموحه اللي هي عمليه الطرح للسيجمنت ريجسترز، اللي هي الداتا سيجمنت، اكسترا داتا سيجمنت، الستاك والكود سيجمنت، هاي غير مسموحة. عملية الطرح تتم انه اطرح الاوبيراند 1 من الاوبيراند 2 واخزن الناتج الى الاوبيراند 1. لو ناخذ المثال الرابع تشابتر 8، هذا المثال حيتضمن لي الحالات الخمسة اللي مذكورة عندي هنا، اللي هي ميموري الى ريجستر، ريجستر الى ميموري، وهكذا نفس اللي اخذناه بعملية الاد. فناخذ اول حالة عندي تتم عملية طرح، عندي عملية طرح من ميموري، عندي ميموري بالأوبيراند 2 وعندي ريجستر بالأوبيراند 1. الميموري الأدرس مالتها الإزاحة 0135 هكساديسمال، بها قيمة 4 بالهكساديسمال، والريجستر DL ب7 هكساديسمال. فشوف بخطوة رقم 3 عندي 7 هكساديسمال بالDL، وبخطوة رقم 4 كان عندي 4 قيمة 4 هكسا ديسيمال بالأدرس الإفكتيف أدرس 0135، إذا عندي قيمة 4. تمت عملية الطرح بالخطوة رقم 5، طرحت هذا الأوبيراند من هذا الأوبيراند. قلنا من نطرح الأوبيراند 1 اللي هو ريجستر الآن من الأوبيراند 2 اللي هو ميموري لوكيشن، حينخزن بالأوبيراند 1 اللي هو الريجستر. فبالخطوة رقم 5، لو نذهب إلى الخطوة رقم 5 حنشوف إنه خزن بالدي ال، نخزن رقم 3. طرح أول أوبراند اللي هو 7، طرحها من 3 فجاني من 4 فجان ناتج 3، وهو طبعا الساين مالته يعني موجب، وشكل عندي البارة تي 1. لو تلاحظ عدد الوحدات بالثلاثة هو 1 1، زوجي، فالبارة تي تأثر بال 1. طبعا نفس العملية انه هذا الاستيتس الخمسة هي حتتأثر بعملية السبتراكشن اللي هي الكاري والباريتي والأوكزيلاري والزيرو والساين، اشرحتها اكثر من مرة. بالحالة الثانية تتم عندي عملية المعاكسة، انه ريجستر بالأوبيراند 2 عندي ريجستر وبالأوبيراند 1 عندي ميموري. لاحظ هنا اكو خطأ عدلة، هذا واحد هنا زايد بالبرنامج. تمت عملية الطرح عندي بالدي ال 3، وعندي بمحتوى الميموري 4، وتمت عملية الطرح بالخطوة رقم 7. لو نذهب إلى الخطوة رقم 7 حنشوف عندي 1، الأوبيراند الأول عندي ب 4 ناقص الأوبيراند الثاني اللي هو 3 نزل عندي 1 وهو موجب. ننتقل إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وهي الحالة الشائعة أكثر شيوعاً، إنه ريجستر إلى ريجستر، إذا أطرح ريجستر من ريجستر، إذا أطرح الـ AX من الـ BX. لاحظ الـ AX عندي 17-17 هكساديسمال والـ BX 16-16 هكساديسمال، فالناتج حيكون موجب، ونلاحظ إنه الناتج انخزن بالـ AX، خطوة رقم 11. نذهب إلى الخطوة رقم 11 نشوف بالـ AX اللي هو الأوبيراند الأول يسموه destination، خزن 0101 وموجب. ننتقل إلى الحالة الرابعة، عندي بالحالة الرابعة immediate إلى memory، عندي 4 هكساديسمال دا أطرحها من الميموري اللي هي 0136. دا تتم عملية الطرح، عندي هنا 4 وهنا عندي 1، لاحظ الناتج بخطوة رقم 13. بخطوة رقم 13 طبعا وين يودي الناتج؟ إلى الأوبيراند الأول اللي هو الميموري. لاحظ ودى الناتج 4C لأنه طرح صفر، هنا أنا ما مودي لها أي قيمة، فصفر طرحها من الأربعة فصارت ناقص 4،
فصارت اف سي، ولاحظ الساين اشر لي واحد، وكذلك البارتي اشر لي واحد لانه عدد الوحدات كان زوجي. ننتقل للخطوة اللي وراها والحالة الخامسة، immediate الى register، عندي واحد بدي اجمعه مع البي ار، يعني البي سوري اطرحه، البي ار راح اطرحه من الواحد، هذا اطرحه من هذا. فالبي ار ايش قد عندي؟ ننتقل الى البي ار 15. البي ار بالخطوة اللي قبلها لو تتذكر كان عندي 16 16، فطرحت منه واحد، هنا منه انطرح واحد، فصار عندي 16 15. ننتقل الى الإعاز الاخر لعملية الطرح، وهو الإعاز سب وذ بارو. البارو عندك هو الكاري فلاج، او يسموه البريفيوس كاري فلاج، الكاري فلاج السابق هو البارو. وطبعا هم تتاثر نفس الستيتس، هاي تتاثر بنفس الإعاز الفلاكس اللي تاثرت بعمليه الجمع والطرح. نفس الإعاز السابق تماما بالاوبراند وبالقواعد اللي ما يجوز انه ميموري من ميموري وما يجوز سيجمنت ريجستر. الاختلاف الوحيد اللي صار، وهي أشرة عندك بالمحاضرة، هذا كان يعني ناسي انه اخليه بالمحاضرة، أشرة كتبه ناقص الفلاج، مجرد انه يطرح مع الفلاج. لو تتذكر الاد وذ كاري كان يجمع مع الفلاج، هذا تماما معاكس الى الإعاز اد وذ كاري. فالعملية راح تتم انه الاوبراند 1 راح الطرحة من الاوبراند 2 الطرحة من الكاري فلاج، اوبراند 1 الطرحة من الاوبراند 2 الطرحة من الكاري فلاج، وينزل النتيجة بالاوبراند 1. خلنا ناخذ مثال عليه. بهذا المثال اقول لك اكتب لي اسامبلي كود، سوي لي سيت للكاري فلاج، هذا اخذنا هذا الإعاز سابقا اللي هو السيت للكاري فلاج، سوى لي الكاري فلاج واحد بالخطوه رقم 3، الكاري فلاج صار واحد. بعدين اطرح لي الريجستر، انتبه العباره الموجوده، اطرح لي الريجستر بي اكس من فروم من الدي اكس من السي اف. يعني هنا عندك بي اكس بالاوبراند 1، هنا عندك بالاوبراند 1 بي اكس بتطرحها من الدي اكس بالاوبراند 2 ومن الكاري فلاج. طبعا النتيجه حتروح للاوبراند 1 اللي هو البي اكس اللي هو الاوبراند الاول. فخلينا وقايل لك انه اريد بالبي اكس 1979 هكساديسمال، والدي اكس اريد 2020 هكساديسمال، اعتبرها سنوات. فبعملية الطرح هنا سب وذ بارو عندك اول اوبراند البي اكس فيقعد هنا عندك بي اكس، وعندك هنا الدي اكس اللي هو 2020 2020 هكساديسمال 2020 قاعد بالاوبراند 2، وعندك الكاري فلاج هو واحد. لاحظ تتم عملية طرح رقم قليل من رقم عالي، فايش تتوقع النتيجة؟ حتكون موجبة لو سالبة؟ اكيد حتكون النتيجة سالبة، فطلعت هنا النتيجة سالبة، والدليل هنا عندك الساين فلاج اشر لك واحد. فضروري تتابع الساين فلاج، هو يوضح لك هذا الرقم كان موجب ام سالب، خصوصا بعملية الطرح. جدا العملية تكون دقيقة في عملية الطرح. ننتقل الى الإعاز الاخر واللي هو الانكريمنت. إعاز الانكريمنت بي اوبراند واحد فقط. هذا الاوبراند اما ان يكون ريجستر او يكون ميموري، محتوى ميموري معين. هذا الريجستر ممكن ان يحمل بيانات مثل الاي اكس السي اكس الدي اكس، وممكن ان يحمل مؤشر مثل الاس اي. فبنيكون داخل هذا الريجستر بيانات حتزيد البيانات، مثل الاي ال عندك ب 03 حيصير 4، لكن من يكون عندك اندكس دي يأشر الى مقدار ازاحه، دي يأشر الى الايفكتيف ادرس. من يأشر على الايفكتيف ادرس؟ الاس اي، السورس اندكس، الديستنيشن اندكس، او البي اكس. والبي اكس ممكن ان يأشر ازاحه ايفكتيف ادرس، وممكن ان يأشر بيانات، فحيزيد المؤشر للميموري هنا. فعمليتين ممكن أن تكون بي. لما يكون عندي محتوى ميموري حيزيد محتوى الميموري، قيمة الموجودة داخل الميموري هي اللي راح تزيد، مو المؤشر مالته، بمقدار واحد. هذا المثال حيوضح لنا الحالات كلها. مثال عندي السادس بشابتر 8 يقول لي اكتب لي assembly code،
سوي سيتنج للبي ال والدي اكس الى 28 2012 هكساديسيمال، يعني البي ال تاخذ 28 والدي اكس تاخذ 2012 هكساديسيمال. Also set the memory location اللي عندك، شوف هنا جبرتك انه للدي اس تخلي له قيمة ومقدار ازاحة 100 بالقيم 54 هكساديسيمال و10، معناها انت عندك قيمتين، قيمتين هي كل قيمة تقعد بميموري لان 8 بت لو تتذكر، فهي حتقعد بالمية ومفروض هاي حتقعد بالمية واحد. اوكي؟ وقلت لك زيد لي القيم الأولى الأوبرند الأول والثاني والرابع. أول والثاني والرابع آخر واحد هو هذا. زين. بالنسبة إلى نبدأ بالخطوات، سوينا أول مرة سيتنج 28 راحت للبي ال و 2012 راح للدي اكس. من سويت هنا عندي خطوة أنا 28 وهنا 2012 نزل عندي اوكي بالدي اكس، سويت عملية انكريمنت للبي اكس فزاد البي ال زاد من 28 الى 29 زادت القيمة، سويت انكريمنت للدي اكس صار 2013. اتجي هسه الان سويت عملية سيتنج للسورس اندكس، انا قلت لك السورس اندكس مقدار الازاحة شقد 100، تحط له هنا 100 بالداتا اللي عندك وهنا تحط لي البيس، هاي هنا افكتيف ادرس وهذا البيس ادرس، هنا قايل لك اني 0600 حطينا 0600 وبهذا الايعاد صار الاس اي ايش قد 100 0100. سويت موف الى محتوى ال100 بالخطوه رقم 11 ايش قد حطيت له 54 مثل ما ذاكر لي بالمثال، فاروح الى الخطوه 11 شوف بالمقدار الازاحه 100 وهذا البيس 600 حطينا بيانه 54، هاي محتوى الذاكره هو 54 هكساديسيمال. سويت عمليه انكريمنت، المن هاي الانكريمنت مدام بدون عمل علامه الميموري صارت الانكريمنت الى المؤشر، فالاس اي بالخطوه رقم 12 الاس اي زادت من 100 صارت الى 101، من صارت 101 حطيت القيمه الرابعه اللي هي ال10 هكساديسيمال، فبالخطوه رقم 13 خليت 10 هكساديسيمال بالإزاحة 101 بقى عندي البيس. وثم سويت عملية هالمرة انكريمنت لمحتوى الميموري، مدام لي محتوى الميموري والمؤشر ما زال واقف على 101 فبالخطوة رقم 15 بعده واقف على 101 وزيدها من 10 هكساديسيمال، شوف هنا 10 هكساديسيمال زيدها إلى 11 هكساديسيمال. الإعاز الآخر هو الإعاز المعاكس الديكريمنت، نفس القواعد السابقة اللي ذكرناها تماما بس يسوي نقصان بمقدار واحد، الإنكريمنت يسوي زيادة بمقدار واحد، هذا الإعاز المعاكس. خلنا نأخذ مثال عليه، بالبداية بهذا الريجستر حطيت FFFF هكساديسيمال للأي أكس، سويت له ديكريمنت خطوة رقم 3 FFF، سويت له ديكريمنت صار FE، سوى ديكريمنت على محتوى الريجستر. بعدين بالكود اللي انا كاتب رايت ان اسمبلي كود حطينا الاي اكس اف 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 وسيت سوينا سيتنج للميموري 600 100 حطينا بها 1 اذا قيمه واحده هنا عندي، وبعدين قلت له ديكريمنت للاوم. هنا مقدار الازاحه ايش قد انا كاتب لك 100، فهنا حطيت الايفكتيف ادرس 100، ايش قد كاتب لك البيس ادرس 600 600 هكساديسيمال، وبهذا الايعاز اخذ لي البيس واخذ لي الاندكس. سويت عمليه موف الى محتوى الذاكره، وين واقف الذاكره على ال100، بهاي الخطوه حط لي قيمه رقم 1، لاحظ حط لي قيمه رقم 1 بمقدار الازاحه اللي هو 100 والبيس مالته 600. بعدين سويت عمليه ديكريمنت بالخطوه رقم 9، لاحظ سوى عملية ديكريمنت فأصبح من 1 قيمته إلى 0. من الفلاكس اللي تأثرت؟ طبعا صار 0، فزيرو فلاك تأثر صار 1، والبارتي صار 1 لأنه صار يعتبر هسه زوجي للرقم فصار البارتي 1. أتمنى الفكرة واضحة.